الما وسلامة، بينسى الما وسلامة، بينسى الما وسلامة، ما بينسى الما وسلامة. قصتنا هذه يومية توصف لنا حالة الناس وأحلام حلوة وجدية، ما بينسى الما وسلامة. قصتنا هذه يومية توصف لنا حالة الناس وأحلام حلوة وجدية، سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية، سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية، همها تساعد الناس بكل أمانة وعفوية، همها تساعد الناس بكل أمانة وعفوية. بينسى الما وسلامة، ما بينسى الما وسلامة، ما بينسى الما وسلامة، ما بينسى الما وسلامة. حيا الله الغالي، حيا الله ام عيالي، وفديت عمرك. ايش قاعد تسوي؟ قاعد اطبخ. تطبخي؟ اي. حق منو؟ حق حبيبي، حق بعيالي، حق بربيع. الله، انا يمكن اغير اسمي من ربيع اسوي شتاء اسوي صيف. ايش الطبخه اللي تطبخينها؟ طبخه حلوه. يا على اليوم باكلها؟ خب بس ناكل صوابعك وراها؟ لا هرتوت كله ولا صار. شقب اشتغل، شقب اسوق السيارة، شقب يود السكان. لا لا، احنا عشتنا على هذه السيارة بارك الله فيك. بعيد الشر على صوابعك ان شاء الله، دايم سالم يا ربي. الله يخليك يا ربي حقي. امين يا رب. اقول حبيبي ايش تبي تشرب؟ شو اشرب؟ ايش عندك؟ اشرب لو حتى زمهرير. اسم الله عليك حبيبي، قلعتي لي قلبي. يا عيني ما تبكيش.
زهير سعيد، شكلك هني لكن عقلك مو هني. شو اقول لك يا اخوي؟ ابغى اتزوج. وين ما مانعك عن زواج؟ عمرك كم انت الحين؟ 45 سنة. زين زين 45 سنة. انت الحين 45 سنة، تظن قطار فاتك؟ الحين شاب صغير، بعدك الحين في المحطة. المحطة زين، على متى بتحرك انا؟ بس القطار ما يوقف. شو الكلام ها؟ شو الخربطة اللي تقوله؟ قطار وساعة و... اسمع هالكلام كله ما يعجبني، ما يعجبني، ما يعجبني. أقول سالم، أمك تخابر أحد في دولة أجنبية؟ لا، أمي ما تخابر حد، أمي تخبرني أنا. تراك غشيم غشيم يا سالم. هذا شنو عيل؟ هذا شنو؟ ما تقولي هذا شنو؟ يا الغشيم على قولته. نعم انك غبي، اذا ما كنت غبي ما دخلنا في بيتي. ما قدرت، دخلت من تحت الباب. يا والله سلمى حبيبتي، سلمى بعيني. الله يجازيك من حرمه. انا سلمى، انا سلمى، انت ما عندكش خبر. سالم سير جيب لي الخيزران من المدرسة. افعى ليش ما؟ وانا رايح. واو سلمى بعد عمري حبيبتي. انا ما ابي منك شيء. لا انا ادري انك ما تبين مني شيء. عاد مو جايب لنا شيء هني. حبيبتي انا صديقتك وحبيبتك ويارتك ومتحفتك. لا والله وحرامية نوبة وسحرة نوبة وكذابة نوبة وعيارة نوبة، لكن أنا تو بداوي. كيف دخلت بيتي؟ سعيد سعيد تو أنا صار لي أكثر من ربع ساعة وجيت تشوف أفعلك وأنت تفكر. مو تفكر ما أفكر. قل لي بالله عليك، مين شاغل لك عقلك؟ مين قاضل لك فؤادك؟ قلبك هلم طرشن اليوم؟ في هذا صدقت، قلبي طرشت وما رد. ما يرجع؟ لا بيرجع، المسألة ود الحلال بسيطة. إذا ما رجع في هليوكوبتر هيرجع في الكونكورد. أبي ترى العالم تو كله قرية واحدة قبضت يديه. افتح التلفزيون وانت بتشوف العالم كله معك. اسمع لا تعول لي راسي، هاك لي شاي. سعيد تب ماذا تبقى قدامك؟ اي والله شاي. ابوي من زمان جايبين الشاي، لكن انت ابوي مشكلتك ان ما تشوفه قدامك، تشوف شاي بعيد واجد مو هو وحدي بمعرفة. اقول شو سعيد هو عم اصيب بتاه.
أبي أعرس. تبغى تعرس؟ قربوي ومصيبتي. اسعي على المكتب وانت عقلك طاير، فكرك حاير ومهموم وهمك كله تبغى تعرس؟ على المكتب أخي تحبس عمرك مؤبد مو؟ يا ريال أبا استانس، أبا يبع عيال، أبا حرمة تطبخ لي في البيت. يبغى حرمة، يبغى عيال، أبوي العيال هم أبوي يجيبون مصايبته. اسمع نصيحتي ها، خذ لك حرمة إذا تبغى تستانس على قولك، فأنت تكون ما تجيب عيال مرة واحدة، فأنت من نهاية الأكل تحرم طاعم آلاف المؤلفة في البلاد. اسمع هذا رايك خلي لك، أنا باستانس، أبا أفرح، أبا أتزوج، وبعدين لا تتدخل في شؤوني يا أخي. خليك بوزك تنجيب لي خيط وبرة، أنا صاير عنك. سعيد ما يعجب. خلاص خلاص تبعتينا، تبعتينا وقلت والدة شبيتكم مرة ثانية. هاي 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 عاد طلع لسانش لما طلعتي برا على البيت. شوفوا يا حبيبتي تبين تعرفين الحقيقة، تاخذيها من اخوك سعيد هو اللي قال دوري لي على مرة. دوري لي على مرة، ترى ما حصل حد قدامه غير شديد. انا ونعميني والله، لكن انت يوم الويال والجبلات. سمعيني تذرفي من قدام هذا البيت، واذا شفتش مره ثانيه عند باب بيتي اجيب لك شرطه. يا 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 اذا بيت حره احتري. انا لقيت له مره وروح اشرب من ماء البحر يا سلمى. ايش تقولي سلموا؟ هذه واقفت لي عظم الدلعومي، إذا تقدمت خطوة تردني 10 ورا. لا والمصيبة الأكبر من كذي، إذا يعني زبون بسرعة يوصل الخبر ما أدري شلون. حاجة هذه مي مرة، هذه ساحرة عندها أجهزة وايد، وأكيد التسوق حق أهل الحارة. تعرف اللي يقولونه واللي ما يقولونه. إيه سلمى بسيطة زين، بس أنا سعيد أخوها قايل لي أبي أعرس ولازم أشوف له زوجة. أكيد راح أشوف له زوجة. أنتي إيش حقة محترة يا سلمى؟ أبي أعرف إيش حقة. أنا محترة من هذيك الآفة؟ بيكون تكوني فزعانة من أمان؟ أنا بس نفسي أسألك سؤال واحد، إيش الخلاف اللي بينك وبين سلامة؟ فزعانة؟ طلب عينها، هذا كان زمان خلاص ولا وراح وانتهى والحمد لله. لكن أنا بسألك، هذا خالك هذا غلطان؟ غلطان خالك هذا يصير يسألها لي عشان تجيب له حرمة، تجيب له حرمة كذا مولتها كماها صدقني، يا تجيب له حرمة عجوز رجل في القبر ورجل في الدنيا، يا أن تجيب له واحدة كسيحة، يا أن تجيب له واحدة ما تجيب له. اسعد ما الحرمة قاسة تجتهد تساعد. لا إذا على التحريك تتحركي يا ما تقصر، إذا كان على الاجتهاد تجتهد مجتهدة نعم تساعد، لكن تساعد على توريطتهم. والله ما أنت تعرفيها أكثر مني. Thank you.
بكار يا بكار، شو تبي هاي عمتك سلامة؟ الأماكن كلها مشتاقة لك. اسكت يا ويه الغراب، شو تبي؟ هاي عمتك شو تبي مني؟ أنا مو دراني عنها، هي باغت لك. زين، بس يلا قبل زين ريال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يود هاي أيام أمي البيسة. يا ما تقول يا راسي. ها ايش عندك؟ ايش عندي؟ ما عندي شيء. شوف سعيد توني ما اخذ حبه الضغط، لا تعور قلبي. يلا تكلم. ومن ام يود بوزك؟ اتكلمي ارمسي. انت بتتزوج ولا لا؟ لا تغير الموضوع. انا ابغي اتزوج مثل ما قلتي. إيه؟ والموضوع مهم عندي بالنسبه لي. إيه؟ لكن ايش اقول؟ انت مينونه اتكلم في الشارع وفي هالكلام هذا؟ انا مينونه؟ صدق انك ما تتعلوي هذا ازاي؟ ها تعالي وراي. يلا امش. شوف اسمعني، سير وخبر امك وقولها ان المسجل اللي اشتريته باقي عليكم ريالين. ها تفتح الواحد علي عليا مسجل ب 10 ريال والجيران مشترين كمان 10 ريال. انت ما عندك خبر؟ امك اللي جالسه في البيت وفاكه سمك وفاك انت سمك. سعر البترول يوم فوق ويوم تحت. اسمع انت، حد الحلة سالك ما قابته؟ يا ربي منسون اذا منسون. سريع يلا سريع، خبر ابوك ابو مازن وخبر امك ان سعر البترول مرتفع. يلا خلاص ما عنده شغله. الله لا يبلى ابي ريالين فهمتك على اليوم القيامة. وزواجها الأربعة كلهم ماتوا؟ كلهم ماتوا وعندها خير وايد. فلوس؟ شو أقول لك، نسيح وتمدد وفلوسها ما تخلص. بس ها ترى تقدموا لها خمسة وهي ردتهم. أخاف ما تباني وتطردني مثلهم. لا لا مو هذا السر اللي بيني وبينك، ما بحد يعرفه. يوم قلت لها عنك قالت خلاص ابغى اريده. تدري ليش؟ وضحك الضحكه مثل علشان. وبعد اقول لك شغله، عندها بنايه فيها اربع شقق والحارس سعيد. ايه بس يوم انك تاخذها بتعطيني حقي عادل ولا عادل؟ بس ها ذبحتيني انت من ساعة. بس ابا عرف كم عمرها؟ 50. 50؟ خيبت. اي 50 يعني نص قرن. اي نعم نص قرن. اذا تبى تعرس يا اخوي يا سعيد انا ما اقول لا، الف مبروك واتمنى لك الخير كله، واتمنى انك تتزوج اليوم قبل باكر، لكن عاد ما علي دين سلامة. حصلت لي وحدة. أدري، وبتقول لك عندي 10 غيرهن. وبتحط لك كل مواصفات الدنيا فيها. عندها فلوس وايد. من هين؟ ورثة 4 زواج. ما شاء الله ذابحة 4. وبعدها بتبغى تعرس عليها؟ أنا غير. ليش أنت غير يعني؟ هي تدفع لك المهر؟ الله فكرة رائدة، يا ريت تدفع المهر. بس للأسف هي ما تدفع، مع أن يا خمس خطاطين وما دفعت لهم. إيه وأنت صدقت سلامة؟ أمي إذا خالي تزوج على إيد سلامة أظن أنه بيدخل في مشكلة ولا صارت. أنت بس عطيني اسمها، قول حال سلامة تعطيك الاسم والباقي خلي علي أنا. ما إيش بتسوي؟ هذا ما شغلك انت. والله ان امي فنانه، صدقها يا خالي وطيعها. ما ايش رايك في الشمس؟ شمس تحرق لك راسك. حارقه بفؤادي. ما حارقه بفؤادي.
سلم. نعم. جيب لنا شاي زعفران. ما عندنا زعفران، عندنا حليب. إيه بأمر الله. ولا يهمك. ها 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 ها. يلا يلا يلا. أنا شفت اليوم النور زايد. إيش الحلاوة اليوم السعيد. أكيد فرحان. أي فرحان يا ريال. وأنا حزنان. أنا مغموم من داخل مغموم. أبا أتزوج، ما عندي مسؤولية، ما عندي حرمة. أحسن لك. عيس يا ريال ما يلمع البيزات. أبا أحرس، أبا أستانس، أبا أتزوج. سعيد. ها. شوف هناك هتشوفها في عيني، بحلق عينك في عيني. طب أنت ما مخلقني الناس يريح. جامع، أرسل، قتل صاحبك. بنتظرش الليلة زين؟ عارفة حبيبتي عارفة انت اشطر من الشطارة نفسها. يلا مشكورة مع السلامة. الحمد لله. حياش الله ام وليد. مرحبا بك. حياش. يا هلا وسهلا فيك. حياش الله. اقول ام وليد ايش رايش ندخل غرفة المكتب يكون استر. وهذا هو الستر. حياش. تفضل تفضل. شو تدوري انت؟ انت متأكد سلمى مو موجودة؟ سلمى مو موجودة بارك الله فيك. سلمى سارت الرميلة حق خالتي ام ابراهيم. تعال تفضل تفضل اشوف فين قال من الغبن؟ امي ايش صاير؟ ايش